اللهم صل على محمد وآل محمد. نسأل الله عز وجل ونحن نقبل على شهر شعبان ومن بعده شهر رمضان أن يمن علينا في هذه الأشهر الثلاث بالفرج العاجل لكافة المعتقلين والسجناء، وليس بعيد أبدا إذا تعلق الإنسان بذلك الرجاء الذي يسمو به على مستوى القلب وعلى مستوى الأمل وعلى مستوى التطلع إلى الله عز وجل. نقف قليلا مع استمرار اعتقال سماحة الشيخ علي سلمان. وفقا لقراءة خبراء القانون على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، فإن محاكمة سماحة الشيخ لا زالت تفتقد أبسط معايير المحاكمات العادلة وفقا للعرف الدولي، وبالخصوص إذا توقفنا عند التهم الموجهة إلى سماحة الشيخ. كل من يعرف سماحة الشيخ علي سلمان يدرك أن خطابه يخلو من الدعوة إلى العنف فضلا عن الدعوة إلى العسكرة، فضلا عن الدعوة إلى العسكرة. وهذه الرؤية أصبحت واضحة للجهات الدبلوماسية والبعث الدبلوماسية في البحرين والجهات الأممية والمجتمع الدولي والأحزاب السياسية في الداخل والخارج. هذه الرؤية محل إجماع، مما يجعل التوجه العام متجه نحو اعتبار هذه المحاكمة لأغراض سياسية ومفتقدة لشروط المحاكمات العادلة. ولكن أريد أن أتوقف أولا مع أول دلالة على رفض تهمة الدعوة إلى العسكرة والعنف إلى سماحة الشيخ علي سلمان. ربما هناك في الساحة على المستوى الحقوقي من بعض النخب الحقوقية من سعى لتعزيز مفهوم اللاعنف والسلمية، ولكن كل من يقرأ السيرة العملية لسماحة الشيخ ويقرأ أحداث التسعينيات في انتفاضة الكرامة ويقرأ من بعدها موجة التغير من بعد الميثاق إلى 14 من فبراير إلى يومنا هذا، يدرك أن من أرسى دعائم وبنيان وقناعة العمل السلمي واللاعنف على المستوى الجماهيري هو سماحة الشيخ علي سلمان. انظروا إلى تصريحاته وانظروا إلى بياناته عندما كان مع رفاقه سماحة الشيخ حمزة الديري والسيد حيدر الستري في التسعينيات ينزل تلك البيانات، كانت توصي الشارع بعدم الانجرار للعنف المضاد والالتزام بالسلمية. إذن هذه التهمة لا تجد لها دلالة لا في سيرة الرجل ولا في خطاب الرجل ولا في مواقف الرجل، بل ولا في المواقف والبيانات الصادرة من الجهة المؤسسية التي يمثلها سماحة الشيخ علي سلمان وهي جمعية الوفاق
التي كانت في طليعة المؤسسات والأحزاب السياسية والجمعيات السياسية التي تصدر وثيقة واضحة لإدانة كافة ألوان العنف، وهي وثيقة لا للعنف، التي بيّنت في مطلعها أن العنف لا يمكن أن يكون وسيلة للسلطة لإسكات المطالبين بالديمقراطية، كما لا يمكن للعنف أن يكون وسيلة للمعارضة للانتقال بالبحرين إلى الديمقراطية. إذن هذه الوقفة الأولى التي لا تحتاج إلى برهنة، فقط إذا توقفنا مع محطات من سيرة هذا الرجل الذي خدم الوطن، وكذلك من خطاباته ومن مواقفه العملية. أريد أن أتوقف كذلك مع التهمة الثانية. الشيخ علي سلمان يتهم بالتحريض على عداوة وكراهية فئة أو طائفة من المجتمع. كيف يمكن لعاقل منصف متابع للساحة متجرد من الأنانيات بل متجرد من الانتماءات المناطقية والطائفية كذلك أن يطلق هذه التهمة على سماحة الشيخ علي سلمان؟ وإن كان الادعاء يعتمد في هذه التهمة الموجهة إلى الشيخ علي سلمان على المادة 21 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه البحرين في عام 2006، وهذه المادة تحضر كافة الدعوات إلى الكراهية الإثنية والقومية والعنصرية والدينية، ولكن لا يمكن لهذه التهمة أن تصمت أمام الحقيقة. نعم، قد تجير القوانين وقد تعرف المفاهيم بغير ما عرفت عليه في المحاكم الدولية وفي المؤسسات والمنظمات التي تمثل مرجعية في تحديد المعايير التي تنطبق عليها الأحكام. ربما يحلو للسلطة أن تتهمكم جميعاً هنا بالتحريض على كراهية النظام، ولكن ما هي الكراهية؟ ما هو تعريف الكراهية؟ ما هي المساحة التي تختلف عن الكراهية والمسموح بها بانتقاد السلطة وبالتعبير عن الامتعاض من ممارسة أفعال السلطة؟ مبادئ كامدن عرفت الكراهية وحددت المعايير الدولية للأحكام المرتبطة للكراهية. الكراهية تكون محظورة، والشيخ حتما ليس متهما بها، ولكن الكراهية تكون محظورة إذا أدت إلى العنف وأدت إلى العداوة أو أدت إلى التمييز. وأنا لا أرى سماحة الشيخ إلا رافعا الراية لوقف خطابات الكراهية التي تدعو في الصحافة ليلا نهارا للتمييز وللإضطهاد وللإقصاء وللتهميش وللتكفير أحيانا. فمن هذا المنطلق هذه التهمة أيضا ساقطة، لأن سيرة الرجل وخطاب الرجل بعيد كل البعد عن هذا الاعتبار، بل كان سماحة الشيخ علي سلمان من أكبر المتحمسين لإطلاق وثيقة لا للكراهية. ووثيقة لا للكراهية هي سابقة على مستوى البحرين. لماذا؟ لأنها تمثل أول توجه
شغل غير حكومي لتبني مقررات خطة عمل الرباط التي أقرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وصادقت عليها بالإجماع الأمم المتحدة. أي سماحة الشيخ ألزم نفسه وألزم المؤسسة التي يمثلها ألا تدعو إلى أي لون من ألوان الكراهية التي تعزز العداوة والتمييز والعنف. ثم إذا تحدثنا عن الكراهية ألسنا ضحايا للكراهية منذ عقود لخطاب الكراهية؟ ألسنا ضحايا بصورة استثنائية بلغت الذروة في الصحافة والتلفاز وفي غيرها؟ وقد أشار تقرير بسيوني لذلك، أي من بعد 14 فبراير، قد أشار في توصية واضحة وهي التوصية رقم 1724، قال يجب على السلطة اتخاذ التدابير التشريعية والقانونية للحيلولة دون وقوع الإعلام في التحريض على الكراهية. وكان المعني بضحايا الكراهية أنتم للأسف الشديد. خطاب سماحة الشيخ علي سلمان يدعو للمواطنة المتساوية، أن ننعم في وطن تكون فيه الهوية الوطنية هي الجامعة وهي المعيار للحقوق، تعطى الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والدينية بحياد بصرف النظر عن الانتماء المناطقي أو القبلي أو الديني والمذهبي. هذا ما كان ينادي به سماحة الشيخ علي سلمان. ولن تستقر البحرين للأسف الشديد إلا إذا بلغنا جميعا الرشد أن صناعة دولة المواطنة المتساوية هي التي تصنع الاستقرار والأمن والعدل للجميع. المواطنة المتساوية كانت مطلبا للبحارنة منذ 1970، بل قبل ذلك 1919 أحداث الثلاثينيات، كان هذا المكون الاجتماعي العريض دائما يطالب بالمواطنة المتساوية. ولذلك عند الاستفتاء على عروبة البحرين أرسلت الأمم المتحدة السيد جوش باردي في عام 1970 للإشراف على عملية الاستفتاء، فذهب برفقة أحد الوجهاء البحارنة المقربين من السلطة آنذاك وهو السيد محمود العلوي رحمة الله عليه، ذهب يتجول في قرى ومدن البحرين، وكان مطلب القرى والمدن نصوت نعم ولكن لدينا شرط، لا نريد تمييز، نريد مواطنة متساوية. للأسف الشديد إلى يومنا هذا لا نرى مواطنة متساوية في هذا البلد، والسبب الحقيقي لاعتقال سماحة الشيخ علي سلمان هو إصراره على الانتقال بالبحرين إلى دولة المواطنة المتساوية. قد نسمع أخبارا في الأيام المقبلة بالإفراج عن بعض المعتقلين، ونحن في الوقت الذي نتطلع فيه بلا شك لخلاص أبنائنا وفلذات أكبادنا من السجن والضيق
ومن التعذيب وغير ذلك، ولكننا يجب أن نكون على مستوى من الصراحة أن كافة المعتقلين أو غالبية المعتقلين إنما تعرضوا للسجن التعسفي لممارستهم حقوقهم المكفولة بموجب الدستور وبموجب التزامات البحرين الدولية بالتعبير عن الرأي، ويجب الإفراج عن كافة المعتقلين. لا يمكن أن يبرد لنا خاطر ويسكن لنا الفؤاد إلا إذا رأينا كل الذين تعرضوا للاعتقال في هذه المنطقة وغيرها بينكم يمارسون حياتهم الطبيعية. نسأل الله عز وجل بحق هذه الليلة وبحق شهر شعبان وشهر رمضان أن يبرد قلوبنا بالإفراج عن كافة المعتقلين يا الله. نتوسل إليك ونعتمد عليك، فأنت اللطيف وأنت القادر وأنت المهيمن على الوجود. برد على قلوب الأمهات بفكاك أسر أبنائهم، واصنع النصر لهذه الأمة والاستقرار، وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.